اخواني اخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بطلس متوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. هنا الاخوان بغينا نشاركوا معكم هذا المنشور تبارك الله اللي شاف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله. الناس المتتبعين الاخوان يعني راه غادي يعرفوا الفدان تبارك الله. وهذا النهار اللي حرطنا راه شاركنا معكم الشتا الاولى تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله. خريفات الاخوه الحمد لله، الربيع تبارك الله شادينو. كاين بعض الاصدقاء تيصيفطوا لي في الواتساب وبعض التعاليق يعني واش في هذا الوقت هذه حيدوا العلف. هنا الاخوان يعني الخروف مازال خصو العلف، مازال خصو حتى البال، يعني هذا الربيع الاول مازال ما تينفعش، لا تيعمر و كما تنقولوا حنا تيخرط الخروف تبارك الله. اللهم يسر، الا كان فيه شي ديفون هنا فين تيبان. بعض الاخر اخوان قال لي واحد المعلومه متتبع حتى هو تبارك الله وفي، قال لي على حساب خصوصا في هذا الوقت كلا بغيتي تعرف الخروف واش مغشوش ولا ما مغشوش، قالك ياكلو مزيان الربيع والعشيه تقلبو. العشيه تتشوفو واش خاوي، الا كان مازال خاوي يعني خوتو كاملين شبعانين كاملين مفخوين وهو خاوي مبغاش يعمر، تتعرف بان هذا قالك راه مغشوش، يعني تقدر تداوي غير هذاك في ديك الحاله. والله ما يسير تبارك الله ما شاء الله. زرع الاخوان تبارك الله، الزريعه الحمد لله جايه تبارك الله. هنا الاخوان كاين واحد القلق، ها هو هذا صراحه الاخوان مده ما شفنا القلق. كان عندنا هنا في هذه المنطقه ديال الازرو صراحه كان واحد يعني ما تيخرش، تيدوز الشتا والصيف تيجلس هنايا، ولكن هذا أول ظهور ديال هاد القلق، طائر القلق بالرش تبارك الله. تيقلب تاهو على عشاه، راه بعيد عليا الإخوان. هذا من الطيور المهاجرة كما قلنا، كانوا واحد تذكروا نتوما سبحان الله كانوا دايرين واحد العش ما تيخرجوش. الناس ديال الازرار غادي يعرفوا المكان بالضبط حدا اللي سي طريق تما تبارك الله، كانوا تيقيلوا فوقيته ديال الثلج وكانوا تيكونوا تما سبحان الله. وهذا الاخوان صراحه مده تقرر راشي انا بعدا شي عامين هادي ولا 3 سنين، هذا العام الثالث يمكن عاد بان لينا هنايا تيجي، ولكن في هذا الفدان هذا ما كانش تيحط تبارك الله. اللهم يسر الاخوان تبارك الله عليكم. وعدنا غدا ان شاء الله الاخوان سوق 3 ازرو ان شاء الله، غادي نوافيكم بأثمنة ديال الخروف والخروفه والنعجه. كاين بعض الاصدقاء تيسولوا على حساب خروف اش داير في الثمن، النعجه حتى هي مع هاد الامطار الاخيره الحمد لله اللي طاحت، ونتمناو من الله تيسير الله يدير الخير تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبارك الله. والاخوان وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يعجبكم فلوك تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. موعدنا غدا الثلاثاء ان شاء الله، اللهم يسر.